عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتي الأعزاء، يا رب تكونوا بخير. راح ناخذ هسه وياكم الماضي المستمر. بذيك المحاضرة شرحنا المضارع المستمر شلون نضيف ING، فقط راح نحول من المضارع علما للماضي. شنو معنى ماضي مستمر باللغة الإنجليزية؟ الماضي المستمر معناه الـ past continuous، الماضي المستمر. شنو شعارنا؟ never give up لا استثناء. هدفنا من الوزارة المية، هدفنا من الوزارة شنو؟ المية. زين، شنو ماضي مستمر؟ من اجي انا اريد اشرح ماضي مستمر، من اسمه بماضي، حدث، وين بدا؟ بدا في الماضي. حدث وين بدا؟ بالماضي. واستمر ايش بيه؟ واستمر لان مستمر. ايش وقت انتهى؟ انتبه، غير معروف وقت الانتهاء. ما ادري ايش وقت انتهى. اوكي، يسموه unfinished action، حدث غير منتهي، ما اعرف ايش وقت انتهى. اذا شنو الماضي المستمر؟ بهدوء، بدا بالماضي، استمر، ايش وقت انتهى؟ ما معلوم. شلون ما معلوم؟ لان ما في دلالات زمنيه. زين، الملحوظه الثانيه، اتفقنا لازم اكو، لازم شنو؟ اكو يعني وجود افعال مساعده. من هي الافعال المساعده اللي لازم نشوفها بالماضي المستمر؟ اللي هي الواز وياها منو؟ وياها الوير. قلنا الاي ان جي ما تشتغل كفعل اذا مو قبلها شنو؟ اذا مو قبلها واز وير. اذا الفعل، منو الفعل؟ الفعل الرئيسي شضيف له، اضيف له اي ان جي حتى يدل على من؟ يدل على الاستمرار، لان انا عندي ماضي مستمر. اذا لازم قبل الاي ان جي واز او شنو؟ اور. واز وير زائدا فعل ايش ياخذ؟ اي ان جي ثم النقطه. زين، تكمله والنقطه. زين، بعد شوف تبع عليها كلش مهمه. هو الملحوظة تقول لا توجد دلالات على انتهاء الحدث، على انتهاء شنو؟ الحدث. بس ينطيني دلالات على بداية الحدث. يعني إذا أنت شفت yesterday، هاي مو بس مال الماضي البسيط، yesterday وينطيني وياها شنو؟ وقت. أو ينطيني أيام الأسبوع وياها وقت، او ينطيني مثلا last night وياها شنو؟ وقت. هذا الوقت بداية الحدث مو وقت انتهائه. شلون؟ مثلا yesterday البارحة at، البارحة at 12 o'clock ساعة 12 I was having my لانش. البارحة ساعة 12 كنت اني اتناول شنو؟ اتناول غداي. با انطاني الوقت بدايته، شو وقت البارحة 12 كنت اسوي؟ كنت اتناول غداي. شو وقت خلصت الغداء؟ ما اعرف. الثاني داشرة هاي المحاضرة بديت بيها بوقت، بس شو وقت حخلصها؟ ما ادري، يجوز اطول، يجوز يصير الحدث اقصر مما انا متوقع. فما بي دلالة شنو؟ على انتهاء الحدث. ما بي دلالة على شنو؟ على انتهاء الحدث، لكن الدلالة لمن؟ لبداية الحدث. راح نجي على القواعد مال الثلاثة اللي هي affirmative، الإثبات. راح ناخذ القاعدة الخاصة بمن؟ بالإثبات. متفقين الجملة دائما تبدي بفاعل مفرد أو فاعل جمع. زائدا حتى يصير عندي ماضي مستمر، انا ايش اجيب من عندي افعال؟ لو واز، لو شنو؟ لو وير. زائدا وراهم اجيب فعل، هذا الفعل شنو باضافه؟ باضافه اي ان جي ثم التكمله، ثم شنو؟ التكمله. اذا انا عندي فاعل مفرد، الفاعل منو؟ المفرد. المفرد اللي هي الشي، الات، وياهم الاي. هذا الرباعي اخلي وراه فعل مساعد منه واز ثم الاي ان جي
وأكمل الجملة. أما إذا كان الفاعل جمع شبق عندي they الوي اليو زائد هذا الفعل أو الفاعل الثلاثي شاخد وير لأن جمع ثم الـ ing والتكملة. نشوف جملة، الجملة تقول she was writing the report، كانت تكتب التقرير. صح كانت تبدي، شو وقت تبدا الحدث؟ بالماضي. شنو الدليل؟ ing. شنو عندك قبل ing؟ قلنا was aware. اذا فاعل، هذا الفاعل احنا عندنا هنا فعل مساعد، هذا فعل رئيسي، وذا ريبورت التكمله. هي كانت تكتب شنو؟ التقرير. بس شو وقت انتهت من الكتابه؟ ما معلوم. امثله وزاريه اذا جاني بطريقه الاختيارات او طريقه الصح. She was cooking cooks the dinner. Choose. اختار. انا هسه اجي اريد اختار. انا احلل الجملة. شنو اكو بالجملة؟ was. اذا انا عندي ماضي. اضوع على افعال. هذا بي اس. يا اس. اس الشخص الثالث. تجي ويا من؟ ويا المضارع. اذا هذا الاختيار غلط. انا اختار الكوكينج. اختار شنو؟ الكوكينج. اذا الاي ان جي لازم يسبقها. فعل مساعد. نجي الجملة الثانية. They write the reports. يكتبون شنو؟ التقرير. Correct with past continuous. صحح الجملة باستخدام الماضي المستمر. إذن أنا عندي قاعدة. أول شيء تريد فاعل. نفس الفاعل ينزل. الفاعل منو؟ they. they شياخذ فعل مساعد. Where. إذن فاعل وراء فعل مساعد. Where. الفعل هذا شضيف له ing. اتفقنا كل فعل be يحذف له وأضيف ing. شو صير؟ they were writing the reports. أو تخلص الجملة أو القاعدة مال من؟ مال قاعدة الإثبات. نجي لقاعدة النفي. شنو النفي؟ نيجاتيف. شنو النفي عندي؟ نيجاتيف. أيضا أبدي الجملة بيش؟ بفاعل. يقسم الفاعل قسمين، مفرد وشنو؟ وجمع زائدا. شو نريد احنا؟ اريد افعال مساعدة. اذا لو واز لو وير كل حسب فاعله. زائدا اريد نفي، اذا راح نجيب اداة النفي نوت. زائدا فصير لو وازنت لو شنو؟ لو ورنت. ووراها فعل، هذا الفعل شنو بي؟ اي ان جي زائدا التكملة. اذا اني بالنفي فقط تبع على هاي الملحوظة، فقط نضع أداة النفي من هي نوت. وين أخليها؟ بعد الفعل المساعد. بعد من؟ بعد الفعل المساعد، أي بعد was aware. إجاني هاي الجملة وانطاني بين قوسين قال لي سويها نيجاتيف، انفيها هاي الجملة. خليني انفيها هنا، خلينا نشوف. ننزل الفاعل منه، الفاعل شي. انا هسه جبت شنو؟ جبت الشي. بما انه was الصير wasn't وراها الفعل writing the report. اذا انا شنو المطلوب من عندي؟ اذا كان الفاعل مفرد، اذا كان الفاعل شنو؟ مفرد، اللي هو هي الشي الات الاي زائدا، اجيب لهم was بالنفي wasn't وراها الاي ان جي تكمله. باوع فاعل wasn't اي ان جي تكمله. واذا كان الفاعل جمع اللي هو they you او عندي we زائدا، شو راح اخليه؟ now wasn't. هنا راح تكون weren't زائدا فعل اي ان جي ثم التكمله. نيجي على الأمثلة الوزارية. خلينا نباوع she wasn't playing plays tennis. أنا عندي S. يا S. S الشخص الثالث وهاي دليل المن للمضارع. أنا ما أريد مضارع لأن هو أصلا ناطين الفعل منه was الدليل على الماضي، ورا الwas يجي فعل شنو؟ ing. إذا أنا أختار playing. الجملة الثانية I not do my work correct. صحح للفعل. إذا ال I هنا correct وهنا with راح نقول حتى نحددها
اللي هو past continuous، حدد اياه بالماضي المستمر. من الفاعل I، الى ايش ياخذ؟ was. هو اصلا ناطيني نفي، ما قال لي نيجاتيف مثل هاي، لا خلاني نوت بين الاقواس. لازم اني اكون حذر احلل الجمله. I wasn't، زين شضيف للفعل ing doing my work. اوكي اذا شي يريد من عندنا الماضي المستمر. نجي لقاعدة السؤال. بالسؤال احنا عادة نجي القاعدة، بالسؤال عادة نقدم الفعل على الفاعل. اذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الفعل لو was لو were، وراهم فاعل، ورا الفاعل انا ايش اجيب؟ اجيب فعل. هذا الفعل شنو مضاف اليه؟ ing، ثم التكملة، وبالاخير شنو اخلي؟ علامة السؤال. اكو ملحوظة قلناها بالماضي بالمضارع المستمر، وهي اذا اكو بالجملة الفاعل I او الفاعل we بالسؤال يصيرون اثنيناتهم شنو؟ you. اذا كل ما نشوف I we بالسؤال شي يصيرن you. زين نجي اريد نسوي هاي الجملة question، او هي هاي نفسها اريد نحولها لمن؟ للquestion، لل سؤال. بالسؤال عادة شو نقدم؟ نقدم الفعل على الفاعل. إذا أنا أقول was she writing the report، وأخلي علامة السؤال، أشوف القاعدة طبقت. نعم هذا فعل مساعد، احنا قلنا نقدم الفعل على الفاعل، وراها الفاعل منه اللي هو she، فعل ماخذ شنو؟ ing اللي هي writing، و the report التكملة، وبالأخير وجود شنو؟ وجود علامة السؤال. اتفقنا إذا بادي الجواب، العفو السؤال بفعل مساعد جوابك yes و no شرحناها. أما إذا بادي السؤال بأدوات السؤال اللي هي مجموعة الهو أو مجموعة الوات، يكون الجواب كاملاً. شلون يكون الجواب عندي؟ كامل. نجي لي على أمثلة وزارية. Were they trying tries to swim؟ Choose، اختر. زين أجي أنا أباوع، نعطيني where. Where مضارع لو ماضي؟ ماضي. هنا أنا أس تجي ويا من؟ ويا المضارع. إذا أنا يريد من عندي بقى منه اللي trying، أنا أختار اللي هي بها ing، لأن where هاي where هذا الفاعل، ورا الفاعل فعل شياخذ ing، هذا الفعل شنو أخذ؟ ing. عندي جملة what she do، correct use past continuous، صحح باستخدام الماضي المستمر. إذا أنا أنزل ال what، نزلت أداة السؤال. هذا الفاعل مفرد لو جمع؟ مفرد. إذا شياخذ؟ ياخذ was. وراها انزل نفس الفاعل شي، شضيف الفعل دي يقول لي باست كونتينوس اي ان جي، ادو شو تصير؟ تصير دوينج، واخلي علامه السؤال. لهنا احبائي اعزائي طلبه صف الثالث ينتهي الماضي المستمر، وشون ضفنا اي ان جي بالمحاضره اللي كانت خاصه بالمضارع المستمر. نفس الاضافات راح تكون وين؟ راح تكون بالماضي المستمر، لان هي تشمل كل ازمنه الاستمرار. تلقاكم محاضرات جديده، دمتم في رعايه الله وحفظه.